السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطلبات الثانوية العامة دفعة هذا العام 2024 الشعبة الرياضية اللي موجود قدامك ده حاليا ده امتحان الرياضة البحتة فرع التفاضل والتكامل. الامتحان ده للأمانة بتاع العام السابق أنا عايزك تحل الامتحان ده. الامتحان ده هياجي منه إن شاء الله بإذن الله في الامتحان، وعايزك برضو تحل الامتحان 2022 و2021 و2020. كل الامتحانات السابقة على الأقل هتضمن، لو حلتها هتضمن فيها اللي أنت على الأقل تعدي المادة والجيم مثلا يعتبر 15 من 30، لأن الدرجة النهائية من 30. كمان بحب أبشرك اللي إن شاء الله بإذن الله الطلبة اللي هيعجزوا بياخدوا 3 درجات رأفة، طبعا ده اللي بياخدوها بعد التصحيح وقت الرصد. أي طالب مثلا جاب 12 درجة طب عايز يجيب 15، فبالتالي هيدوله 3 درجات رأفة وإن شاء الله بإذن الله هيعدي. فعايزك تراجع الامتحان قول لي كان سهل ولا صعب، وعايزك الأول تحل الامتحان من غير ما ترجع لنموذج الإجابة. نموذج الإجابة هتلاقيه في آخر الفيديو، سواء الأسئلة الموضوعية أو الأسئلة المقالية. وعشان بس وقت الفيديو الآن أترككم مع مشاهدة امتحان التفاضل والتكامل بالكامل، وقلنا الامتحان ده بتاع العام السابق. هذه الأسئلة موجودة قدامك هي، وقلنا إن شاء الله بإذن الله هتلاقي إجابة الأسئلة في نهاية الامتحان. دمتم في أمان الله وبالتوفيق لجميع الطلاب.